طب ليه يا كابتن محمود ما اخدتش حظك جوه نادي الاهلي بعد الاعتزال؟ كتدريب ولا ككل حاجه؟ ما اعرفش، انا بعتقد انا كمستوى اديته مع النادي الاهلي 12 سنه المفروض كان يبقى ليا في مكانه افضل من كده. طب مكانه يعني على مستوى مش عايز اقول الشهره يعني التقدير يعني خلينا نقول ان الاهلي قدرك اكتر من كده. التقدير. ايه اللي حصل؟ الجانب التدريبي برضو كده ما تقدرتش على فكره. ما اعرفش، حاجات بتبقى علاقات يمكن ما بجدهاش، علاقات اجتماعيه بتبقى ليها دور كبير قوي في توجهات اللي بياخد القرار. دي بتمثل الاساس يعني، خلينا نتكلم بصراحه. طب وما لقيتش نفسك بره الاهلي كمان؟ لا، بره الاهلي انا اشتغلت بتروجيت الحقيقه، قعدت فيها 6 سنين. سنه في الدرجه الثانيه مع الكابتن فتحي، وجاي بعد كده ما صعدناش. جه الكابتن مختار وصعدنا. عملنا 4 مواسم هايلين طبعا، كانت حاجه محترمه قوي، فرقه محترمه جدا. بالظبط بالظبط، يعني خدنا السابع والخامس والرابع والثالث، مع اننا كنا فرقه لسه صاعده من الدوري الممتاز، واول مره تصعد الدوري الممتاز. الشيء الثاني اللي كان على مستوى، مش عايز اقول الاعجاز، على مستوى النجاح الكبير، احنا عندنا نسبه كبيره قوي من لعيبه دوليين. وليد سليمان. أيوة. احمد شعبان طبعا. محمد شعبان طبعا. علاء ابراهيم كان بعيد خالص على المنتخب، رجع المنتخب. كان في محمد الفكهاني، اسامه محمد كل دول لعبوا دولي، خد بالك، وكلهم جايين من الدرجه. انا اعتقد التجربه دي مش هتتكرر، لان انت جايب لعيبه من الدرجه الثانيه والثالثه وبقوا نجوم. محمود عبد الحكيم من الدرجه الثالثه كان بيلعب في القناطر طبعا، وبرده وصل لاختيار ان هو كان لعيب دولي طبعا. يعني بكلمك اللي انا ذكرناهم دلوقتي ممكن يكونوا 7 8 لعيبه ولعبوا على المستوى الدولي، ده احنا ولا النادي الاهلي يعني. كانت تجربه ممتازه الحقيقه يعني. طب ليه ما استمرتش في كتيبه كابتن مختار؟ يعني رغم النجاح اللي حققتوه مع بعض ده، ليه ما كملتوش مع بعض؟ هو السؤال في كده كابتن مختار، حصل خلاف او حصل اختلاف وجهات النظر مثلا او اي حاجه؟ لا خالص، هو خد موقف، ما اعرفش ايه السبب. خد موقف من حضرتك؟ تقريبا. بالظبط بالظبط. بعد النجاح ده كله مع بعض، ما هو خد موقف، ما سالتوش ليه؟ لا خالص خالص، لا نهائي طبعا. طب وبعدها بعد التجربه؟ انا بعد التجربه دي المفروض كنت ادير حياتي بشكل افضل يعني. غلطت في طبعًا. في انك طبعا لو الزمن يرجع هيبقى الترتيب غير كده خالص. عملت ايه بعد النجاح ده كله؟ المفروض انك تستغل النجاح ده كله وتشتغل بقى مع نفسك، تبقى رجل اول في حته. بالظبط. رحت، لا المفروض رحت انا انبي بعد كده مع مدير فني اجنبي مالدينوف. كانت عملنا هاي الموسم، هايل، طلعنا الرابع الحقيقه، مدرب ممتاز رائع. جت بقى بعد كده، رحت انا مدير فني اسوان في الممتاز به، وجي موضوع الكوره، حادثه بورسعيد، المشكله الثوره وحادثه بورسعيد، والدنيا ابتدت يعني رحت بعدها رحت المانيا مدير فني في الدوري الممتاز. للاسف يعني الاداره كانت سيئه جدا الحقيقه يعني في المانيا. وكان في محطه مهمه برضو عند حضرتك، اللي هي فتره لما كنت في لجنه اكتشاف المواهب في الاهلي. ما انا رجعت بقى النادي الاهلي بعد كده. اشتغلت نائب رئيس قطاع الناشئين. ايوه. بعد كده وبعدين جت فتره الكابتن عبد الكريم مشي، وتولدت انا من مده 6 اشهر رئيس قطاع الناشئين. وبعد كده رحت كانت اداره او لجنه اللجنه الفنيه، كان ماسكها علاء، ما كملش الموسم، مسكت انا مدير الاداره ديت. وبعد كده مسكت مدير اداره اكتشاف المواهب. وبعد كده رحت نائب الاكاديميات او مساعد مدير الاكاديميات الكابتن شطه. أيوة. الموسم اللي فات، هي الحياه مشيت بسرعه، الواحد ما كانش متخيلها. بس انا بتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله في اللي جاي يا كابتن محمود. الله يخليك. بتمنى لك كل التوفيق، انت واحد من النجوم الكبيره الحقيقه، وواحد لعيب كبير. الله يخليك. انا بشوف ان حضرتك ما خدتش حقك يمكن في بعد اللعب، لكن نجم كبير طبعا يعني. بشكر حضرتك جدا على وجودك معايا. شكرا كريم. بتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله.